مواقع التواصل الاجتماعي وكافة الاختراعات البشرية الحديثة بطابعها ذات فائدة كبيرة للإنسان وعامل رئيسي لتسهيل حياته، إلا أنها قد تكون سلاحا ذا حدين. فكل ما هو من صنع الإنسان إن استخدم بشكل خاطئ أو بطريقة مختلفة عن الفكرة الأساسية يمكن أن يعود بالضرر على الأفراد. مواقع التواصل الاجتماعي تدخل في هذا الإطار، فهي وسيلة مفيدة في نواحي عديدة، واستخداماتها أيضا لا تحصى، إلا أنها قد تستخدم استخدام خاطئ. وبطبيعة الحال أول ما نخشى عليهم من هذا الاستخدام هم في الذات أكبادنا الأبناء والناشئة. نتابع هذا التقرير ثم نعود إليكم من جديد. لكل عصر مستجداته ومتغيراته التي لم يكن يحلم بها الإنسان في العصر الذي يسبقه. فقبل سنوات قريبة لم يكن يدور بذهن رجل يربط رسالة في قدم حمامة زاجلة أن رسالته هذه ربما يأتي يوم وتذهب إلى حيث أراد بلمسة زر واحدة على جهاز هاتف يحمله بيده وهو مدجع في بيته. ولم يكن إنسان في أقصى مشارق الأرض يتخيل يوما أن يرى شخصا آخر في مغاربها سوى مرة واحدة في العمر بسبب تباعد المكان، لكنه الآن بات يراه كل لحظة لو أراد عن طريق شاشة جوال يحملها كلاهما. كل هذه المتغيرات والمستجدات جاءت مع الثورة المعلوماتية التي يعيشها العالم في العصر الحديث، ومن أبرز هذه المتغيرات مواقع التواصل الاجتماعي التي قربت العالم كله وجعلته كقرية صغيرة يتعارف فيها الناس من شتى بقاع المعمورة. لكن يبقى أن لكل شيء إيجابيات وسلبيات يحددها أهل الاختصاص والاستشارات في كل مجال. فمن المختصين من يرى أن وسائل التواصل الاجتماعي فتحت الباب على مصراعيها أمام الناس لتكوين علاقات متجددة والتعرف على ثقافات مختلفة حول العالم، وهذه تعد من الإيجابيات التي يرونها. لكن آخرون يرون أن اختلاف الثقافات قد يغير من الأعراف والتقاليد المجتمعية، خاصة بين ثقافة محافظة وأخرى لا تعرف الحدود. غير أن أهل الاختصاص في مواقع التواصل الاجتماعي اتفقوا في خطوة نادرة على ضرورة الحذر في تعامل النشء والصغار مع فضاء الإنترنت الفسيح، فمنهم من وضع مرحلة سنية لدخول هذا العالم، ومنهم من يرى ضرورة وجود مراقبة للطفل في هذا العالم تأخذ بيده قبل أن يذهب في فضاء لا نهاية له. وللحديث بشكل مفيد حول هذا الموضوع يسعدنا أن ينضم إلينا في الاستوديو الاستشاري الأسري عثمان المحطب. أهلا فيك أستاذ. حياك الله، بارك الله. صباح عليك بالخير أستاذ عثمان، وسعداء جدا بتواصلك معنا دائما من خلال برنامج العالم هذا الصباح، وأصبحت من الوجوه المألوفة لدينا في هذا البرنامج، ولا نستغني أمانة عن خدماتك واستشاراتك التي تقدمها لنا عبر هذا البرنامج. بارك الله فيك. ونتيجة لهذا التواصل اليوم قاعد نتكلم على موضوع التواصل، ولكن هذا التواصل مثل ما ذكرت قبل شوي أميرة سلاح ذو حدين. هذا السلاح مثل السكينة، تقدر أنت على قولتهم تقصص فيها تفاحة وتقدر تقتل فيها. واحنا ان شاء الله اليوم ما نبي هذه الاجهزه الذكيه والالواح اللي يستخدمونها ابنائنا تؤثر عليهم بالتاثير السلبي. في البدايه هذه الالواح الذكيه مدى فهميتنا لها احنا كجيل او كمجتمع عربي وتحديدا مجتمع كويتي عند عيالنا، الى اي درجه احنا فاهمين هذه الالواح الذكيه؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا لازم نعترف ان هناك في فجوه كبيره بيننا وبين ابنائنا، فجوة في قضية الألعاب اللي يلعبونها، الأجهزة اللي يستخدمونها، هذه ما كانت موجودة قبل 15 أو 20 سنة، فإحنا ما تدربنا عليها إحنا كجيل الآباء. خلينا نقول طبعًا جيل الأجداد هذا انسى، ما يعرفون حتى التليفون أحيانًا، فيبقى الآن شلون والله يزيد من جيل الحمد لله يعتمدون على التليفون هذا مال البيت بس كافي.
فيبقى الفجوة هذه لازم تملأ بطريقة صحيحة بيننا وبين أبنائنا. لازم إحنا في البداية نثقف نفسنا كوالدين في الأجهزة، نوعيتها، برامجها، حمايتها، قضايا كثيرة، عشان على الأقل نقدر نتواصل مع أبنائنا، نقدر ندير الأجهزة، نقدر نتعامل معها بطريقة إيجابية عشان نتجنب كثير من المساوئ اللي ممكن يقعون فيها. نعم. وشنو نوع المشكلات اللي تصير يعني من خلال استخدام الأبناء للإنترنت بطريقة سيئة؟ احنا طبعا شنو المشكلات اللي تواجه الاباء؟ احنا خلينا نفصل فيها اكثر، بمعنى خلينا نشوف اثرها على ابنائنا جسديا، عقليا، روحيا، اجتماعيا، ماديا، دراسيا، كل واحده فيها تفصيل ممل. اذا قلنا على الاقل جسديا، هل الاجهزه هذه او البرامج قاعد تنفع عيالنا؟ هل قاعد تبني لهم صحه؟ هل تعطيهم حركه؟ في الغالب لا. خلينا نشوف الجانب العقلي، شنو قاعد تعطيهم من معلومات؟ هل كلها معلومات ايجابيه ولا سلبيه؟ هل قاعد تنمي هواياتهم؟ هل قاعد تعطيهم قيم جديدة أم قاعد تدمر القيم اللي احنا قاعد نغرسها فيهم طول عمرنا؟ الجانب الاجتماعي، هل فعلا قاعد يتواصلون مع الناس ويتواصلون إيجابيا ولا سلبيا؟ هل قاعد يتواصلون مع أسرهم؟ هل قاعد يستفيدون منها بطريقة إيجابية ولا سلبية؟ إذا جينا حق الجانب الروحي اللي هو علاقتهم مع الله، هل فعلا الأجهزة هذه قاعد تقوي العلاقة ولا قاعد تخليهم يقصرون فيها؟ وقت الصلاة ما حد يصلي، وقت العبادات ينسونها، تاخذهم من المهمة، تسهرهم طول الليل، يعني حتى قضية الزوارة الاجتماعية ينسونها، سهراني ما نخلق نروح الزوارة. علاقتهم مع الآخرين، هل هي علاقة إيجابية ولا سلبية؟ دراستهم فعلا قاعد تأثر عليهم بطريقة إيجابية ولا سلبية؟ علاقتهم مع المادة، هل فعلا قاعد يستفيدون منها ولا ما قاعد يستفيدون منها؟ اللي قاعد نشوفه لا، فيها مصرف، فيها يعني أسعار عالية، ما ننكر أن فيها إيجابية مادية، بس للي قاعد يدير الأجهزة هذه بطريقة صحيحة. بعض الأولياء الأمور يقول لك دكتور أو أستاذ عثمان أن تحت عيني موجود في البيت، ولا خلي على قولتهم يطلع ويا رفقاء السوء، أنا ما أدري مثلا، مو تحت عيني مثلا، بيقول لك مثلا أنا بطلع ويا ربعي، بروح مثلا المول فلاني ولا بروح المكان الفلاني. طيب، خليك تحت عيني موجود داخل البيت ماسك هذا الجهاز، تقعد بالساعات عندي أنا أهون. هذا ايش قاعد تؤدي؟ بعض أولياء الأمور هذا تفكير، إذا كان يعتقد أن هذا أسلم فأنا أقول لا، بالعكس قاعد تؤدي إلى أن يكون ابنك انعزالي، غير اجتماعي، يصاب بقلق، توتر، اكتئاب، لأنه قاعد يتعامل مع أجهزة وعلى طول شاد أعصابه. أنا أقول له لا، خليه يطلع برا، وخل طلعته برا حتى تحت رقابتك، يعني تعرف يطلع مع منه، تعرف متى يطلع، تعرف متى يجي، تعرف يعني أصحابه، عندك تليفوناتهم تتواصل وياه. ليش؟ لأن الطلعة يعني قاعد تعطي نشاط اجتماعي، تعرف على الناس، شلون يحتك فيهم، شلون يتواصل فيهم، أفضل من قاعدته في البيت. شنو الطريقة الأمثل لبناء روابط ثقة بين الآباء والأبناء في هالموضوع بالذات؟ نلعب وياهم بنفس الوقت بالضبط. ممتاز، إذا قدرنا طبعا. احنا نقول من البداية احنا لازم احنا كآباء يكون عندنا ثقافة في الأجهزة هذه، فنعرف شلون يتم تشغيلها، شنو البرامج اللي تركب، شنو المستحدثات الآن، الصرعة اللي موجودة في السوق اللي هي البوكيمون جو. انا ما ادري شنو بوكيمون جو امانه، غير انه فيها مساوئ كثيره، يبقى احنا ما نرفضها 100%، خلينا نتعرف عليها وخلينا نحط لها قيود حق عيالنا. متى يستخدمون الاجهزه هذه؟ كم الوقت اللي يستخدمونه؟ مع منو يتواصلون؟ كل هذه تحتاج الى ضوابط، والضوابط هذه لازم يكون في حوار يومي بيننا وبين عيالنا، نبين لهم مساوئ الأجهزة هذه، شنو ممكن تؤدي لهم إلى مخاطر، شلون الطريقة الأسلم أني أستخدمها، بالحوار الإيجابي طبعا، بدون صراخ، بدون طق، ما أحرمهم 100% من الأجهزة. أنا ممكن أستخدم الحرمان أبو يوم يومين، أبو ساعة ساعتين، بس مو على طول، لأنه في بدائل عنده، ممكن يشوف الأجهزة هذه عند ربعه، يشوفها في أي مكان ثاني. فإحنا نقول الحوار اليومي، نحاول ننتقي لهم بعض البرامج أو بعض الأجهزة اللي تتناسب مع أعمارهم، مع جنسهم، مع حالتهم الصحية، وضعهم الاجتماعي، خلينا نقول ما نخلي الحبل على الغارب مرة واحدة. أستاذ عثمان، معظم أولياء الأمور يعني معظمهم، وأنا أتصور أن معظمهم يعني لا يعون بعض الإرشادات الموجودة مثلا على الألعاب. نعم. سواء كانت الألعاب المادية اللي تمسك باليد أو الألعاب الأبليكيشن التطبيقات. نعم. هنالك شيء يكتب على اللعبة بحيث أن هنالك عمر معين في ألعاب مكتوب مثلا عليها مثلا 5 age and above، يعني هذه من 5 سنوات وأعلى من ذلك، مثلا أقل من ذلك لا يستطيع، يمكن مثلا لعبة ياهل صغير عمره 2 سنين يمكن يبلعها. فهذه الأرقام مدروسة من قبل الشركات المختصة حتى أنها تخلي مسؤوليتها. نعم. ففي ألعاب مثل ما في أفلام مثلا تشاهد من قبل 15-18 سنة وتحتوي،
بعض أولياء الأمور لا يعطون لهذا الموضوع أهمية. هذا اللي قاعد نقوله، إحنا لازم يكون عندنا ثقافة، لازم نعرف شنو الممنوعات، شنو المحظورات، شنو المفيد لكل سن. اللي قاعد يصير مثل ما قلت أخي الفاضل إنه تاركينها للياهل، شنو اللي يبيه خلي يسويه، شنو يبي يشتري خلي يشتري، شنو اللعبة ما لنا شغل، طالما قاعد تلهي عني يبتعد عني فأنا يعني مرتاح. وهذه طريقة تربوية خاطئة. عيالنا في الغالب ما يبون الأجهزة هذه، ما يبون ألعاب، يبون أن والدينهم يحاورونهم، يبون أن والدينهم يلعبون معاهم. يا زين الألعاب القديمة اللي كنا نلعبها في البيت، فيها حركة، فيها تنافس، فيها حب، في عمل جماعي. أما الآن ألعابنا كلها ألعاب فردية، كلها تؤدي بعيالنا حق الشد، العزلة، التوتر، العزلة، القلق، التنافس الغير شريف، أن أنا أبقتل، أبدعم، أبسو، وهذه كلها راح تعود على عيالنا مستقبلا طبعا، أنها تخلق شخصية وايد متوترة وقلقة. نعم أستاذ، شلون ممكن نعالج السلبيات حق موضوع تعلق أبنائنا بالإنترنت؟ يعني هل نمنعهم ولا هل إذا منعناهم راح تكون مشكلة أكبر؟ لا، إحنا ما نقدر نمنع، إحنا نقدر نقيد أو نقدر ننظم، نحدد مثل ما قلنا شنو البرامج اللي ممكن يدشون لها، الأوقات، العمر يختلف من سن إلى سن. نعم. طبعا التربويين يقولون نهائيا قبل 5 سنوات لا يمسك ولا جهاز، لا كمبيوتر ولا الأجهزة الذكية، وهذه نهائيا. الطفل خلق ليلعب، اتركه يكتشف على العالم من حوله بحواسه. هو كل قيمه، كل خلينا نقول مواهبه، كل قدراته تبنى في اول 6 سنوات. حتى قضية الحوار، الجمل اللي يكتسبها. فإذا أنا قاعد أخليه يركز مع الجهاز بس يتعامل معه، وين دور الوالدين؟ شلون يقرسون فيه القيم؟ يعني حضرتك تقول قبل 5 سنوات، أنا ذاك اليوم بنت أخوي عمرها سنة وست شهور يمكن أو 7 شهور، أعطينا جهاز؟ لا، تأخذ جهاز أبوها وتبطل الباسورد وتشذي وتدش على الأبليكيشن وتغير وتدش على يعني يمكن هذا ذكاء. إيه ما شاء الله عليها. هو ذكاء مستثمر بطريقه سلبيه. أي. يعني عيالنا الافضل من لا لا نستانس انه تفاخر مثلا عيالنا مثلا بعمر صغير يمسكون الجهاز. شنو ممكن نعطيها بدال الجهاز؟ الحوار اليومي، اللعب. احنا يعني قبل الاجهزه هذه شلون كنا نلعب مع عيالنا؟ شلون كنا نحاورهم؟ شلون كنا نستمتع في صحبتهم؟ نطلع وياهم، نلعب وياهم، كل شيء نسوي وياهم ونحاورهم بشكل يومي. يعني ابنائنا مهما كان عمرهم، سواء كان عمره 2 3 ولا كان عمره خلينا نقول 20 سنة، يستمتع بحماره مع الوالدين. احنا قبل لا يدشون عيالنا الفراش في السابق كنا نقول لهم قصه، نقول لهم حزايه. الان لا، ينام الايباد الجهاز بيده ما يهد نهائيا. فايهما افضل ابنائنا في السابق صحيا واجتماعيا؟ ام الان ما عنده قدره انه يحاور اي شخص خارجي. جميل جميل. اذا في نهايه حديثنا مع الاستشاري الاسري الاستاذ عثمان المحطب، نريد ان نركز على 3 نقاط اساسيه يمكن ذكرها الاستاذ عثمان، وهي يجب ان تكون هنالك رقابه على هذه الاجهزه اللوحيه الالكترونيه من قبل الاباء بوضع ارقام سريه، يجب معرفه اي لعبه تتناسب مع اطفالنا حسب الاعمار، ويجب ان لا نغفل عنهم بترك هذا الجهاز لفترات ساعات طويله، لان هنالك اضرار قد تكون مثلا على النظر او على صحه الجسد، فبالتالي الطفل يحتاج الى حركة حتى يبني من جسمه، خاصة في مراحل النمو الأولى. جزيل الشكر لك أستاذ عثمان على حضورك معنا في برنامج العالم هذا الصباح، وننتظر منك المزيد من المعلومات التي تفيد الأسرة. شكرا جزيلا لك. شكرا لك.